نشوف اليوم صفحة 129 من كتاب الفرنسية مستوى السادس ابتدائي. شوف تقويم ودعم، هذه الوحدة الرابعة أسبوع 20. سونتي مالادي، الصحة والمرض، أورتوغراف، أكتيفيتي ديفالياسيون، هي الأنشطة ديال التقويم. الهدف منها هو أنك إيدونتيفي أورتوغراف، أنك تعرف وتكتب بشكل جيد بشكل صحيح لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو، يعني هاد الأرقام هادو تكتبهم بالحروف بشكل صحيح. والهدف الثاني هو ليكيلامس الدرس الآخر، هو ديفيرونسيي دي زومونيم غراماتيكو، يعني تفرق ما بين هذوك المتجانسات النحوية، مثلا أ مع أ، أون مع أون، سو مع سون، إي مع إي، سو مع سو، لا مع لا، أو مع أو، يعني تعرف توظف كل وحدة في المكان المناسب ديالها. دوزو جو مي فالي، شنو كيقول السؤال؟ السؤال كيقول اكري اكتب لي نومبر الاعداد اونتر بارونتيز اللي بين قوسين اون لاتر بالحروف، هما بالارقام عاد تكتبهم بالحروف، بلا ما نكتبوا الجمله كامله نكتفي باننا نكتبوا العدد. هنا 1450 اش كنقولوا لها 1450، وكتلاحظوا بان هذا عدد مركب نحتاجو نديرو لي تري دينيون، نديرو العارضات ما بين كل حاجه. اذا نقولوا 1000، كتلاحظوا 1000 راه ديما ان فاريابل ما كتزادلهاش اس، 4 حتى هي ان فاريابل، 400 فاريابل هي 20 و 100، ولكن كيكون موراهم شي رقم ما كنديرو لهمش اس. هنا موراها هاد 50، واضحة؟ إذا 1450. ندوزو للجملة بي، nous avons distribué، هنا ما شرحناهاش، ce dispensaire يعني هذا المستوصف، يعني هذا المركز الصحي، a vacciné، لقح 1450 بيبي، لقح 1450 رضيع. الجملة الثانية، nous avons distribué، نحن وزعنا 275 275 وزعنا 275 دواء ميديكامون كونتر لا تشو، ضد الكحة، يعني السعال الكحة. إذا نكتبو هاد 275 دو لي تري دونيو، ما تنساوهمش لأن يحسبو لك جواب خطأ، واخا تكون كاتبها صحيح يحسب لك خطأ لأن مهم من هادو. 260 كتكتب سوا كسونت و ا هنايا 15 275. ندوزو الجملة سي، السؤال سي فيه واحد الجملة خاصكم تنتبهو معاها مزيان. سو ميدسان كونساي دو مونجي، شنو هذا؟ واحد تفاحة باغ جور، شغنقولو؟ ديما انتبهوا لهاد ان و اون، راهم حتى هما كيتحسبوا من لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. اذا هذه مؤنث بوم، كنقولوا اون بوم تفاحه، قالك الطبيب كينصح باش تشرب تاكلوا تفاحه كل يوم، اذا نقولوا مادام هذه مؤنث بوم نقولوا اون بوم بار جور، تفاحه كل يوم يوميا. هنا 90 تلاميذ 90 ديال التلاميذ اون بارتيسيبي، شاركوا à la propreté de leur école، في حملة ديال نظافة المدرسة ديالهم. إذن هذا الرقم اش كيعني؟ 90 هو 90 خصنا نكتبوها ماجيسكيل 4، ما تنساوش أننا نديرو لي تري دونيو بحال دابا، هاد وما كانش موراها 10 غنديرو اس هنا، دابا ملي موراها 10 ما نديروش اس، 90. هنا الجملة او اش كتقول؟ الجملة كتقول سو موسيو، هاد السيد هاد الراجل بيز يزينو 85 كيلو، بلاتي نقول لكم شنو هي 85 فرنسية. il doit le verbe devoir خاصو suivre يتبع ان ريجيم اليمونتير، سو يتبع واحد الحمية غذائية، اي فار دو سبور ويدير الرياضة باش دغيا يتخلص من الكيلويات الزايدة. انا الكيلويات كيكون بعض المرة الطول ديالو قصير وهو
الوزن ديالو ما كيناسبش الطول ديالو. داكشي علاش خصو يدير حمية غذائية ويدير دو سبور، براتيكي لو سبور. إذا هنا هاد الرقم اش كيتسمى 85 هو 85 4 د العشرينات و5. 85 ما كتبوهاش ماجيسكي بحال هادي لأنها جات وسط الجملة، هادي راه جات في الأول ديال الجملة. نقولو 85. 20 ما عندهاش اس لانها تابعه كلمه اخرى. ما تنساوش لي تخيت يونيون، راه ماشي غير زواق، راهم مهم. لا ما درتيهمش غيحسبوك الاستاذ خاطر. ندوزو السؤال الثاني. لاكاك اونتور لو بون اومونيم، عاد دور على المتجانس الصحيح، يعني الخطا ما تقيسوش والصحيح دور عليه. نقراو الجمله. لاك جو في ا لوبيتال بور شونجي ان بونسمون، انا اذهب الى المستشفى لكي اغير الضماده البونسمون. جو في ا، واش لو فارب افوار ولا هذا بريبوزيسيون ا الى المستشفى؟ اذا هذه صحيحه ندورو عليها. الجمله الثانيه قالك اون ا كونستروي، ما نديروش هذا لو فارب افوار، نديرو هاد اون، هذا برونون، هاد الضمير. اذا هذا نضربو عليه وهذا ندورو عليه، هذا هو الصحيح. اون ا كونستروي ان اوبيتال près de la maison où j'habite. يعني درنا سبيطار بنينا، سبيطار يعني تبنا سبيطار بنين المجهول، سبيطار près قربة، près de la maison ما نقولش لا هناك، المنزل de la maison. إذا صحيحة هي هذه، قربة المنزل de la maison où j'habite، يعني أين أسكن. هنا هذه اللي صالحة كتعبر على المكان، هذه كتعبر على الاختيار. إذا هذه هي اللي صحيحه. ندوزو لهنا. إلا مونجي تو، هو أكل تو سون روبا، أكل يعني وجبته بالكامل. ما نديروش هاد سون لو فيرب إتر بلوريال، نقول سون روبا يعني وجبته ديالو هو. ندوزو هنا لا فراز دي، اش كتقول؟ إيلزون دي كاري، هم عندهم يعني لو فيرب أفوار، إيلزون عندهم دي كاري، ما نديروش هاد بخون، نديرو هاد لو فيرب أفوار. إيلزون دي كاري، عندهم السوسة. علاش؟ il ne se brosse pas les dents، حيت ما كيشيتوش سنانهم، ما كيحكوش سنانهم بالشيت. ne se brosse pas les dents. هنا الجمله الاخرى كاك امين اي كريمه، امين و كريمه يعني ماشي لو فيرب اتر، امين و عطف، امين و كريمه بارتيسيب يعني يشاركون فايش على لا كومباني دو بروبرتي، في ديك الحمله ديال النظافه اللي دايرها الحي ديالهم لمدرستهم. ندوزو سؤال ثلاثه. كلك اكري جو كونسوليد مي زاكي، يعني كندعم المكتسبات ديالي، شي حاجه اللي اكتسبتها تعلمتها نزيد ردها صحيحه. اكري سي نومبر اون لتر، اكتب هاد الاعداد بالحروف، ما عطيناهم بالارقام، طلبوا منك انك تكتبهم بالحروف. هادي 83 اش كتسمى 83، ولي تري دي نيو ما تنساوش، الله يرضى عليك. يعني دوك العريضات راه ماشي كنزوقوا بها. 83 20 variable كي تزاد الاسم كيكون في بلوريال، ولكن راه جات موراه واحد لادجيكتيف اخر يعني نيميرو كاردينو 3، خصنا ما نديرلوش اس. هادي 145 اش كنسميوها؟ 145، 140 تري دونيون، تري دونيون اوسي 5. هنا 3685 اش نقولوا؟ 3685، 5 3685 نقولوا 3000. وضروري لي تري دو ليون فيهم كامل 3000. هنا 600 هي 600، ضروري لي تري لونيون. نرجعو هنايا نكملو 600، كان عندك ستار مازال كمل في ستار. إذا 600 سي 185 تري لونيون ما تنساوش.
نروح لهنا هنا 85 و85 نزل العدد اللي موراه، العدد اللي موراه 13 العدد اللي موراه هو 800 800 ديال المئوات. لاحظتوا هنا الصون ما موراها حتى حاجة، غنزيدو لها اس، هذه أهم حاجة. 800 و 20 تاني 20 راه ما كيكون ما موراها حتى حاجة وكتكون في الجمع كنزيدو لها اس. دوزو السؤال 4 نشوفو واش كيقول لنا. السؤال 4 كيقول لك écris اكتب écris une phrase اكتب جملة avec ses homonymes grammaticaux. هاد لي زومونيم غراماتيكو، مثلا سو مع سو، دير جملة باش يبين بأنك أنت راك فاهم ومحكم في هاد في هاد الدرس. Pour se rendre مثلا à cette pharmacie, il faut prendre ce chemin. Pour se rendre، نكتبوها بلا المغاير، se rendre باش مثلا تمشي لهاد الفارماسيان خاصك تاخد هاد الطريق، خاصك تفير فارماسي. فارماسي il faut، نشوف واش مازال قدانا، قدانا il faut مثلا خاصنا ناخد هاد الطريق prendre ce chemin tout le long de ce هذا. هادو من الأسماء ديال الإشارة سو شومان و سو روندر. هادا سيت ان فيرب برونو نينال كيبدا بسو. ندوز للجملة التانية شنو كتقولنا. لا فارماسي اي لو ليو او تي بو دوموندي دي كونساي او اشيتي دي ميديكامون. مثلا ولا نقولو نختارو هاد الجملة واخا نقولو لا فارماسي المستشفى، جاتني شوية طويلة الجملة. لا فارماسي اي لو ليو هو المكان، هي المكان اي لو ليو او نكتبها بلا المغاير هو المكان لي فيه او او تي بو دوموندي نطلب فيه تي بو vers pouvoir demander des conseils. طلب نصائح des conseils ou acheter des médicaments أو من غير النصائح أنك تشري الدواء ou acheter des médicaments. تاها نشوفو اللي تحتها الجملة الأخرى. الجملة الأخرى اش كتقول؟ اي و اي نستعملوها. هنقولو مثلا الي هي الي الي كتكتبها بلون موعي هي جميلة ومبتسمة. نقول الي بال اي سوريانت و هي الفيرب اتر هنا اي و سوريانت يعني كانت مبتسمة ديما كتبتسم في وجه الناس سوريانت. نختار نتاع هاد لا غري دو طوي فارياسيون كيما كنا كيما كنديرو ديما. جاوب ديما بوي وي وي انا كتبت الارقام بالحروف درت هذه درت هذه انتهى.